نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي إلى الصحافة الرياضية وتحديدا موقع يلا كورة، موجودة فيه حاليا زميلتنا العزيزة مريم سميح عشان تقول لنا إيه آخر الأخبار والمستجدات، وكمان الجدير بالذكر هيكون لها لقاء مع الأستاذة منى عمر الناقدة الرياضية. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفتك، اتفضلوا. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواندو، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر يلا كورة. طبعا زي ما انت قلت يا كريم، هيكون معانا الناقدة الرياضية منى عمر لتحليل طبعا كل العناوين اللي هتكون معانا النهاردة في هذه الجولة. العنوان الأول هيكون معانا من موقع اليوم السابع، تريزيجيه في مهمة حاسمة مع ترابزون ضد كوبنهاجن الدنماركي بدوري الأبطال. وعنواننا الثاني النهاردة من موقع يلا كورة، تقارير تشيلسي مستعد لدفع رقم ضخم مقابل جوردن وأفرتون يضع شرطا. وأخيرا من موقع كورة، مورينيو يتحرك نحو صفقة باريسية ثانية. طبعا خلينا نرحب بضيفتنا العزيزة الناقدة الرياضية منى عمر، صبح عليكي في البداية يا منى. صباح الخير عليك يا مريم، وصبح على كريم ونهاوند في الاستوديو وكل متابعي قناة نادي الأهلي. لو هنتكلم النهاردة عن تريزيجيه، هو يمكن منذ انتقاله لترابزون هو موجود بشكل أساسي في كل المباريات. النهاردة مهمة صعبة في إياب دوري أبطال أوروبا مع ترابزون، يمكن أو يعني مع كوبنهاجن، يمكن خسروا في المباراة الأولى أو في الذهاب. يمكن كمان الإدارة الفنية بتعتمد بشكل كامل على تريزيجيه، هو النهاردة مطلوب منه أنه هو يثبت نفسه، خاصة أنه هو شارك في 5 مباريات ما سجلش فيها ولا هدف. النهاردة المفروض أنه هو يظهر بشكل كويس، وهو بيسعى أنه هو يسجل النهاردة في هذه المباراة. مباراة النهاردة بالنسبة لتريزيجيه تعتبر مغامرة، لأن كانت من أسباب اختيار تريزيجيه أنه هو ينتقل لترابزون في تركيا أنه عنده فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا. للأسف زي ما أنت ما قلتي، هم مباراة الذهاب لعبوها برا أرضهم، خسروا 2-1 قدام كوبنهاجن. عندهم فرصة النهاردة يلعبوا على أرضهم، هيلعبوا وسط جمهورهم، إن هم يعدلوا النتيجة ويقدروا إن هم يحققوا الفوز علشان يحجزوا مقعدهم في دور المجموعات. طبعا القرعة تتعامل بكرة، هنعرف قرعة السيزون الجديد للتشامبيونز ليج هتبقى مين. نتمنى إن شاء الله يبقى فيها ترابزون مع تريزيجيه. تريزيجيه مش غريب كمان على فرق تركية، تريزيجيه لعب قبل كده مع أسيم باشا، لعب مع بشكشهير السيزون اللي فات لما كان معار من أستون فيلا قبل ما يتم بيعه طبعا لترابزون في الميركاتو الصيفي اللي احنا فيه دلوقتي. هو يعتبر من العناصر الأساسية لبطل الدوري التركي اللي كان السيزون اللي فات ترابزون كان حسم الدوري. يعتبر السيزون ده من أهم العناصر الأساسية اللي بيعتمد عليها ترابزون في التشكيل الأساسي. هو لعب 5 ماتشات فعلا، لعب 3 في الدوري التركي، لعب ماتش في الكاس، لعب مباراة الذهاب في تصفيات دوري أبطال أوروبا قدام كوبنهاجن. ال5 مباريات كان أساسي فيهم، هو للأسف ما قدرش أنه يسجل لكنه صنع هدف واحد. ونتمنى إن شاء الله النهاردة يفتتح التسجيل ويبقى أول أهدافه مع ترابزون النهاردة، ويقود الفريق بإذن الله للتأهل لدور المجموعات بإذن الله. لو هنتكلم بقى عن تشيلسي وفكرة ان هو مستعد ان هو يدفع رقم ضخم جدا، طبعا يمكن 60 مليون جنيه استرليني لجوردن، ايفرتون في المقابل وضع شرط ان يكون موجود جالاجر وبرويا، ان هم يكونوا موجودين على سبيل الاعارة. شايفة ان الصفقة دي ممكن تروح لفين؟ هل ممكن تتم فعلا، ولا ممكن يكون فيها كلام، ممكن تشيلسي ما يوافقش على شرط ايفرتون ولكن هيبقى مصمم ان هو يستعين طبعا بجوردن؟ شايفة ممكن الصفقة تمشي ازاي خلال الفترة المقبلة؟ تشيلسي حاليا في تخبط في النتائج، لان شفنا بدايته في الدوري الانجليزي مش افضل بدايه. هو دلوقتي في المركز ال 12 معاه 4 نقط، ما لعبوش غير 3 جولات بس، هو ما كسبش غير جوله واحده قدام ايفرتون اللي هي كانت الجوله الاولانيه، اتعادل الجوله الثانيه في مباراه مثيره جدا كانت قدام توتنهام 2-2، وخسر 3-0 من ليدز، فدي كانت مفاجاه كبيره جدا. واضح ان في امور داخل اداره تشيلسي لسه مش واضحه. اداره تشيلسي بتدخل في صفقات وبتعرض مبالغ كبيره جدا، شفناهم في صفقه مارك كوكوريا من لاعب برايتون، الظهير الايسر لبرايتون، دخلوا في منافسه مع سيتي كان عارض 40، هم عرضوا 60، الصفقه خلصت باكثر من 60 مليون يورو، ده كان مبلغ كبير جدا على صفقه كوكوريا. شفناهم كمان
ضموا رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي بحوالي 56 مليون يورو. شفناهم تعاقدوا مع كاليدو كولوالي من نابولي، دفعوا في الصفقه 38 مليون يورو. فتشيلسي بيحاول قبل الميركاتو ما يقفل بيحاول انه يدعم صفوف الفريق، لانه واضح ان توماس توخيل في خلاف ما بينه وما بين الاداره بشان الصفقات بتاعه الفريق السيزون ده. بالتالي الاداره عشان عايزه ترضيه فبتحاول ان هي تدخل في صفقات وتدفع فيها مبالغ كتير. اخر صفقه او اخر صفقتين سمعنا ان تشيلسي داخل فيهم كان انتوني جوردن لاعب ايفرتون، وفعلا هم عارضين مبلغ كبير جدا. بعض التقارير قالت 40، بعض التقارير قالت 60، الاثنين مبالغ مش قليله. ايفرتون فعلا طالب ان هو استعاره لاعب او اثنين من الشباب تحت 21 سنه مع تشيلسي. اعتقد تشيلسي مش هيقول لا في صفقه جوردن لانه عايز لاعب في خط الوسط. في كمان سامعين ان هم داخلين برضو في صفقه اوباميانج من برشلونه. برشلونه محتاج ان هو يبيع لاعب عشان يقدر يسجل صفقه جديده اللي هو جول كوندي. ففي يعني في 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 مشاورات ان ممكن يبيع أوباميانج أو يبيع ممفيس ديباي. فأعتقد تشيلسي قادر أنه هو يحسم الصفقة، أو قادر على الأقل أنه هو يوصل لحل مع إيفرتون في صفقة جوردن. يعني اخيرا بقى لو هنتكلم على مورينيو مدرب روما، طبعا فكره ان هو حابب يستعين بلاعب خط وسط خلال الفتره المقبله بعد اصابه فينالدوم، برضو يمكن الانظار بتتجه، او انظار يعني مورينيو على وجه التحديد بتتجه لباريديس ان هو يكون موجود في صفوف الفريق خلال الفتره المقبله. شايفه انه فعلا محتاج ده، خاصه ان في برضو يمكن عدد كده من المشاورات ما بين الفريقين، ولا شايفة أنه مش محتاج أنه هو يدعم الفريق وممكن يستعين بحد آخر من الفريق؟ باريديس عليه كلام كتير قوي، ليفربول، روما، يوفي، هو اصلا في باريس سان جيرمان. ففي كلام كتير او في اطراف كتير بتحاول ان هي تتعاقد مع باريديس. للاسف روما ما كانش محظوظ جدا في اصابه فينالدوم، لاعب لسه صفقه جديده لسه منضمه على سبيل الاعاره من باريس سان جيرمان. فبتبقى بدايه مش حلوه يعني، او مش جيده بالنسبه للاعب والفريق لما يكون لسه منضم لمكان جديد ويتعرض لإصابة. لو ما كانش مورينيو محتاج لاعب وسط ما كانش تعاقد مع فينالدوم، فبالتأكيد بالتأكيد هيحاول ان هو يشوف له بديل او يشوف لاعب تاني يعوض غياب فينالدوم لفترة الإصابة. او هو مورينيو لما اتجهت انظاره يعني للاعب اللي كان بديل اصلا لفينالدوم في باريس سان جيرمان واللي هو باريديس. ففي هيبقى في كلام، هيبقى في تشاور ما بينهم وما بين إدارة باريس سان جيرمان. اعتقد ان باريس سان جيرمان مش هيمانع في خروج باريديس في خلال الميركاتو. يعني من انا بشكرك جدا، دايما بتنورينا وتشرفينا على شاشه قناه نادي الاهلي و10 الصبح في الاهلي تحديدا. ميرسي ليك يا مريم، وميرسي لكريم ونهاوند. ميرسي. طبعا زي ما انتم تابعتوا جماهير كل 10 الصبح في الاهلي تابعت، دي كانت كل تحليل طبعا الاستاذه من عمر الناقده الرياضيه بموقع يلا كوره لكل عناوين الصادره صباح اليوم الاربعاء من داخل مقر يلا كوره. بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. احنا اللي بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه مريم سميح، واكيد الشكر موصول لضيفتك الاستاذه منى اللي نورتنا في حلقتنا النهارده.